السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. قناة اليوم غادي نزيدوا الحصة تاعنا، نزيدوا نتكلموا على الفيديو اللي درته، وناس اللي اتصلوا وناس يصلوا ميساج منا وتخلصها غالية وغادي منا، وما عندكش لي بريف، ما عندكش منا، ما عندكش كاين لي بريف، كاين كلش ان شاء الله بربي، راه كاين كلش، راه كاين كلش، وتخلصوها نتوما. انا راني هنا في الجزائر، انا تحسب بلي راني في الخارج وراني نهدر، لك المؤخره في الخارج واللسان هنا في الجزائر. انا هنا في الجزائر، انا نتالبك نقعد هنا، نقعد معاك هنا، نقعد تالبك نحضر هنا في الجزائر. عرفتي هذوك لا بالك، هذاك لا في الخارج غايطه وكلش، بالك صباح الخير ما يجيبش يقولها في اليوتيوب، عارفوهم كي دايرين، عارفوهم غايط الغايه. كنا نديرو الكوراج، كنا نديرو الكوراج، كان مين يهضرو في بالشيخ ولا في ماجر يبدا يعيط لك يقول لك انا بسيط ولا لا بسيط، نديرو في الكوراج. حنا هنا في الجزائر مقابلينهم، هما شقل بحر يعيط لك يقول لك راني خايف، نبداو نديرو في الكوراج. واليوم راهم قعرة ماشي، مكان والو ساكن، كان والو. انا قادر نروح نهضر، نهضر من نهضر بصح. اليوم نعاود نولي ونهضر لكم على الفيديو كيما هضرت، ونعطي نقاط وحده اخرى. نعاود لك انت تهددني، انا نعاود لك، انت هدد وانا نعاود كيما تاني خاطر عليه. بالك وهدرتو معايا بالعقليه بالك نحبس، بصح ما نعاود الفيديو، نعاود لك الفيديو. وانت واللي با يضحك يضحك، هذه هي الحقيقه. ناس شادروا مع فرنسا، مع الاتحاد الفرنسي، داروا عقود سي محمد، عقود. ما ينجمش هادشي يدير ندوه صحفيه يهدر على عوار ولا يهدر على المواهب، ما ينجمش والله، ما ينجم والله ما يهدرها. نتحداه يهدر، نتحداه، نتحداه يهدر. باش ندخلكم لعبه رسالكم، وهذه نروحوا لهذا النقاط، نتكلموا لكم على هذه النقاط ان شاء الله بربي، وشوفوا تشوف كيفاش. ونعاود لك، انا نعاود لك، نعاود لك، تهدد وانا نعاود، تهدد وانا نعاود، باش نتكلموا في هذا الامر. امر ما هو سهل كيما نقولوا حنايا، هاد الناس هادو حقيقه. هذه الاتحاديه في زمن العصابه ماضوا على اتفاقيه بعدم انتداب اي لاعب جزائري مغترب يحمل جنسيه فرنسيه الا بعد موافقه الاتحاديه الفرنسيه، او في حاله اللاعب نفسه قرر اللعب مع المنتخب بإرادته وبدون ضغوطات من الاتحادية الجزائرية. هذه تعهدات داروها هنا، داروها نهار اللي جا بلاكار، سنياو هنا نهار اللي جا بلاكار. الخوانة هما اللي سنياوها، مستشار ماجر سنياها، خاطش علاه عطاها هذاك هشام عبود. هشام عبود خمم باللي ماجر راه فيها، خمم باللي ماجر فيها، حبسو فريناو. وما هو كان غادي يهدر هذا الهضره في مارس، راني نجيب لكم في الحقيقه، وراني واجد، راني هنا في الجزائر، راني هنا في الجزائر، انا واجد، راني هنا في الجزائر. ناس اللي داروا اتفاقيات مع الاتحاديه الفرنسيه ومع الاتحاد الاوروبي لكره القدم، كاين القانون، روحوا سقسوا اللي يعرف، اللي يعرف الناس اللي تعرف قوانين في هذه كرة القدم، روحوا سقسوا. شفت واحد يضحك عليا، اضحك اضحك اضحك، مين باغيين باغي تخرجوه من الحبس، اضحكوا. ثانيا في حالة إصرار، شو هنايا وين، في حالة إصرار الاتحادية الجزائرية على انتداب لاعب معين قبل أن تتم الاتحادية الفرنسية بموافقته، فيترتب على الاتحاد الجزائري دفع مبلغ 4 ملايين أورو. على بالك هما كيصعبوها، هادو هنا مسؤولين، هادو هنا يمي شدروها. علاه علاه دارها، علاه دارها، علاه داروها، داروها باش يخدموا اللعابة الأندية تاعهم، صعبوها على اللي راه جاي. ما هما جاتهم مليحة، لازم تفيقوا يا جماعة. انت كيفاش ما طقتش تجيب جوان انت يا من فرنسا برومي شوا؟ شا جبنا من فرنسا حنايا؟ جبنا فيكتور لك، فيكتور لك حل.
روحوا شوفوا شاجبنا شاجبنا بفرنسا. هذه راني نهضر بالادله قدامكم، ما تقوليش اعطيني الادله. ادله جدك راهي قدامك، جاب لك فيكتور لك حل واحد برك، ودوزيام ديفيزيون واحد برك، واحد واحد جابوا واحد ملياش جابوا فرنسا. شحال عندنا لاعب يلعب في فرنسا جزائري؟ شحال كاين؟ هيا قولوا لنا شحال راه كاين، شحال كاينين؟ علاه فرنسا بيت تدي 6 ولا 8 ولا 10 يلعبوا في ليكيب دو فرنسا؟ هاي هات يدو واحد. ديشون ديشون راه قالها تاع الهفاف، راه قالها لهم ما يجوش يدو. هاشتاك 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 تروح تهضروا راه هضروا، كشفوا بعضكم بعض الحمير، كشفوا بعضكم بعض الحمير. مين عب مين كمال ما هو يبغى يهدر في الهداف؟ عيط التليفون ديريكتور تاع الهداف عيط له الو، قال له غادي تهدر نكشف شكاي. سكتوا سكتوا، كاش لي زاد هدر على الهداف؟ كاش لي زاد هدر؟ انا قلت لكم الجماعه والله يا كلامي ما يروح باطل، كاين الخاين وكاين العساس على الخاين. هذه اللي نقولها لكم، ما زدت قاضب في كلامي، ونهار اللي تنكشف تشوفوا الناس كيفاش كانوا داسين على الخاين، ما تشوفوها مليح 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 مليح. فما كان نحبس الهضره ما نزيد جبد كاع، خلي نخلي لي يبغوا الباز ويبغوا يروحوا يخرجوا الدراهم من الحيط، نخليهم هما يهضروا، حنا ما نهضروش، حنا نعطوكم في الاولى وما التاليه خليها لكم، عقلوا عليها. ثانيا، في حالة إصرار الاتحادية الجزائرية على انتداب لاعب معين قبل أن تتم الاتحادية بالموافقة، فيترتب على الاتحادية الجزائرية دفع 4 ملايين يورو من أجل انتداب وعدم التعرض للمتابعة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم. يعني يا خوتي كيما عوار، مادام الاتحادية الفرنسية راهي باغياتو، يعني ما تقدرش تضغط عليه ولا نقدموا له طالب رسمي، الا اذ هو اللي قدم طالب رسمي به الاتحاديه الجزائريه، باش الاتحاديه الجزائريه يحمي نفسه من الاتحاد الاوروبي. نتمنى تكونوا فهمتوا، لان المشكل هذا المشكل حقيقي وصعب، وسوف تكون عواقبه وخيمه. واش راه جايكم؟ عيب شويه عيب شويه عيب شويه، ماهي سهله باه بالماضي ولا غيره يتحركوا على بها بالماضي، فرض على اللاعبين باه هما اللي يقدموا انفسهم باه الاتحاديه ما تتعرضش لعقوبه. لازم نفهموا هذا. ايوا نقدروا هذا الوقت، وين نقدروا نستد، ما تنجبش ما تنجبش، وقت الإصابة ما خلاو ولا شيء في الجزائر. صحيح باش جامع بالماضي خرج قال يا ودي اللي بيجي يهدر هدرة تاع العارضة تاع اللي دارها زاتشي، العارضة اللي دارها زاتشي هدرها جامع بالماضي. مانيش ضد جامع بالماضي، جامع بالماضي ميتة صاب الناس سنيات، جامع بالماضي ضرب مام، جامع بالماضي ما يجيبش قال يضغط الاتحادية، الاتحادية ما تروحش ما تروحش. توما شتو زاتشي يهدر على جوار ولا دار ندوة صحفية قال بلي عوار منا، ممنوع عليه، ممنوع منعا باتا باش يهدر على جوار. من قال بلي عيطنا له ما جاش؟ خرج عليه فرنسا، كنت تسمع بلي زاتشي قال بلي عيطنا له اتصلنا به درنا عليه ضغوطات، يقعروه صاحبي يقعروه، يجيبوا له الرقاد. هذه باش نقولها لك، قال لك لازم بيت، هما داروها هما داروها هما داروها. انت يا هشام عبود الى راك راجل وتهدر الحقيقه، جبد الوثائق اللي طاهم لك ماجر، ماجر اللي رسلهم لك اللي تلاقيت به وطاهم لك، جبدهم، جبد الحقيقه، ماشي جاي تكذبوا على الشعب، جبد هذه فانك فضيحه بيتضح. انتوما شا دايرين؟ انتوما علاه دايرين تفضحوا مسؤولين؟ هذا راه مسؤول افضحه، خاطر عليه خممت على صاحبك ماجر، ماجر مسني فيها الكلاب.
شان حضروا ماذا بيكم بارتاجو ماكسيموم ذبان ذبان الزرقاي هاكا اي الدور فيديو اللي طلقتو الساعة اللي قلت لكم عليه طلقتو عشية على الزوج فايت 3000 فيديو واحد فايت 3000 سينيال عليه خاطر على حقيقة اتلموا كاع اتلموا تلموا تلموا كاع تلموا غايجي وقتكم ان شاء الله بربي كي يروح هذاك روحوا عنده خدمه عنده فلوزين ولا روحوا عند ماجر ماجر يعطيكم عاشوره تحيه الجزائر والمجد والخلود لشهدائنا الابرار هذه اللي نقولها